فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل، هل هذا يدل على أن الجبل قد رأى الله وأنه مستثنى من المخلوقات؟ ما هو قد رأى، تجلى الله له، ما قال فلما رآه الجبل، قال فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ربه للجبل، ولا فيه أن الجبل رآه. نعم.